إذا ضاقت الأرض بما رحبت وتنفست من ثقب إبرة وأظلمت الدنيا فاقطع حبائل الخلق وقل في جوف الليل يا رب، وكن صادقا معه واثقا بوعده، لا تجرب من قلة الحياء من الله أن يجرب عبد أن يجرب نصرة الله أو عطاء الله. وعلى مستوى يا رب تخرج من قلبك ستكون النصرة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حروب، جيوش، صواريخ، قنابل، كل قوى الأرض أتت. ماذا قال الله؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على طول النصرة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله أكبر، أين الناس اللي جمعوا؟ أين الذين كادوا؟ أين الذين خططوا؟ أين الذين جمعوا؟ حسبنا الله علاج لكل الآلام. كل واحد يحس بالوحدة، كل ما جينا واحد يا أخي نطلب منه الدين، كل ما طقنا الباب ما حد فتح، ها؟ كل ما وثقت في واحد ضيع ثقتي، كل ما أعطيت واحد الأمل قطع الأمل، كل ما قلت هذا فلان أنت أصلاً غلطان، أنت قاعد تطقق أبواب مخلوقين، الله يحفظك. أنت تريد الخالق أن يعطيك، الله إذا صدقت معه وبذلت السبب. أحد الشباب يقول ملفي يا شيخ 30 ملف أخضر علاقي مصور 30 شهادة وثلاثين صورة بطاقة، وكل شركة أضعها، وبعضهم إذا مديت قال اقلب وجهك، وبعضهم يقول شفت الكرتون هذا الصابون التايد تاعت هذا الكرتون هذا ارمي الملف ويطلع برا، وبعضهم الله يحفظه قاعد بالكمبيوتر يشتغل وهو مدير شؤون الموظفين قال حط الملف واطلع ولا تشغلني، تكلموني حط رقمك واطلع. يقول يا أخي تعبت، أنا بذلت السبب 30 ملف. فقالت أمي يا ولدي ما قصرت، بس باقي طقيت أبواب المخلوقين ما شفتك تالي الليل تطرق باب الله. قال والله يا شيخ فإذا الاتصال من 3 في يوم أختار أيهم. كم تعطوني؟ كم بدل النقل؟ في بدل يقولوا أتشرط عليهم، وأول نفسهم أنا الذي رميت الملف تحت أقدامهم وكانوا يركلونها. الله، إذا صدقت في بذل السبب وكنت مع المسبب فإنك بذلك أغنى خلق الله حتى لو ما أعطاك. لكن المشكلة إما أن يبذل ما يبذل سبب ويقول أمع مع المسبب، المسبب لا يرضى عليك جل وعلا حتى تبذل السبب، أو يبذل السبب ولا يكون مع المسبب يهلكك ويشقيك بالاعتمادك على غيره